احيانا بيكون التجربه الثانيه دي عوض من ربنا، يعني ربنا بيطبطب عليكي وبيعوضك بحد ليكي ولولادك. يعني احيانا زي ما انت قلت يا ما، بنلاقي ان الزوج الجديد ده بيبقى احن على الولاد من الاب نفسه. فليه لا؟ وبعدين فكره ان ما دخلش راجل غريب على ولادي دي بقت فكره يعني قديمه، وفكره انا بستغرب ليه يعني ليه لا؟ زي ما انت بتدخل مثلا واحده وبتتجوز وبتخلف وبتعيش حياتك، ليه هي بتحرم منها حقها؟ معرفش ليه، في حته عنصريه كده. حته كبيره عنصريه. حته كبيره يعني. لا هو انا كمان ده كله فكرني موضوع ايه؟ موضوع الجواز في سن صغير. الكتير جدا لسه بيشوفوا ان ولادنا او البنات لازم يتجوزوا في سن بدري جدا، 16 و17 و18 ويسننوا غلط ويعملوا مش عارفه ايه. و18 سنه، 18 سنه مين اللي هتشيل مسؤوليه بيت دي وتشيل مسؤوليه زوج وتشيل مسؤوليه اولاد وعايزينها تخلف على طول؟ فانا بشوف ان دي كلها حاجات يعني بجد لازم نراجع نفسنا في العادات والتقاليد دي. غالبا يا مها الجواز في سن صغير بيفشل دايما، بينتهي ده حقيقي، ده حقيقي لان والله. بتكون الست لسه مش واعيه، مش مؤهله، مش مؤهله ولا الراجل والله. بتلاقي الراجل عنده 19 و20 وهي عندها 18، في ايه؟ في ايه؟